عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد واقتراح جديد. غادي ندير ان شاء الله بيتو غادي نبارطاجي معكم واحد الزيت اللي كتهيئ البشره ديال الجسم للبرونزاج، يعني للتعرض للشمس. يعني سي اون ويل برونزونت اللي كيف ما قلت لكم هي بريبار لو كور ا سو برونزي، يعني باش يلا كتاخذ واحد اللون زوين او ميم طون الجلد ما كيتحرقش. ندوزو دابا نيشان المكونات. غادي نحتاجو ويل دو كوكو، غادي نحتاجو ماسيغا ويل ديال المونوي. الا ما عندكمش انا غادي نقول لكم في الفيديو باش غتعودوا. غادي نحتاجو هاد الزيت هذا ويل دو بوريتي، غتجيكم شويه عجيبه، مي هاد الزيت هذا زوين بزاف بزاف بزاف. تقريبا عام هو عندي، كنت ديجا درت هاد الزيت هادي درت هذاك العام وكانت فريمون نفعتني بزاف. دونك هذا اشنو فيه؟ هذا فيه لي زونتي اوكسيدون طالعين بزاف، وكي كيحمي البشره، كيحميها من هذيك الاشعه الشمس الضاره لي غيون يو في، و اون ميم طون كي ايدغاتي، عنده واحد ايدغاتاسيون زوينه بزاف. هاد الزيت هذا كيديروه في لي بريباراسيون في لي كريم، بحال دابا ملي كتبغي يكون عندك واحد لو تان زوين، يعني واحد الاشراقه في الوجه ما تكونيش صفراء، وهذا كيديروه في لي كريم، سورتو في فصل الشتاء وفصل الخريف، وكيديروه حتى في لي صابون باش كي اون ميم طون كي كولوري لي صابون كولوراسيون اون ميم طون كيعطي ليدغاتاسيون، وكيف ما قلت لكم كيعطي لي في بون مين، كيعطي واحد الاشراقه للوجه. وغادي نحتاجو الماسيرا ديال الخيزو اللي كتصاوبت الى عقلتو، كنت ديجا بارطاجيت معكم الفيديو، انا غنحطو لكم في صندوق الوصف. ساهل باش تصاوبوا الماسيرا ديال الخيزو، وماسيرا ديال الخيزو مزيان بزاف للبرونزاج، مزيان حتى الوجه، مزيان سميتو مزيان لو كور، وتا هو من بين عندك هذا وعندك هاد الويل دو بوريتي من بين الزيوت اللي كتحارب التصبغات والكلاف، ولكن على مده طويله جدا الا تبعتيه. غادي نحتاجو كذلك لهاد المايكا، هاد كيقولوا ليه البغيون، هاد البغيون هذا داك اللي كيديروه في لي فاراجو بلوتو في لي فارا بوبيير، ماشي فاراجو، في لي فارا بوبيير هي باش كيتصاوب مكياج، فارا بوبيير كيديرو حتى في لي غوج عليف. عندو استعمالات عديدة هاد المايكا نوازيت سانتيون، طبيعية. الا دخلتو في الامازون دائما دخلو سوا امازون، سمحوا لي الكاميرا تطفات ليا. دونك كيف ما قلت لكم دائما دخلوا شوفوا لي فيش تكنيك ديال اي برودوي، بحال دابا غتشريو مثلا هذا غادي تشريوه من امازون، بحال دابا هاد المايكا كتمشيو كتدخلوا لامازون وكتشوفوا لا فيش تكنيك، كتشوفوا البروفونونس، كتشوفوا شحال خاصكم ديروا، وكتشوفوا الاصل ديالها واش سانتيتيك، يعني واش مصنعه اولا ماده طبيعيه. المهم كيكونوا كاع لي زانفورماسيون في لا فيش تكنيك. دونك دابا ندوزو نيشان نوجدو هاد الويل، هادي راه ساهله بزاف. دونك كيف ما قلت لكم غادي نبداو، غادي نحتاجو 30 غرام ديال الماسيغا دو مونوي، ولكن انا ما غاديش ندير 30 غرام ديال الماسيغا ديال مونوي كامل، غادي ندير 15 غرام ديال الماسيغا ديال مونوي، وغندير 15 غرام ديال زيت ديال الكوكو. الا ما عندكمش هاد الماسيغا هذا، انا على قبل الريحه ومن طون حيت الفوائد ديالو كثيره، ديروا زيت ديال الزنجلان، زيت الزنجلان انا ما عنديش، من الافضل زيت الزنجلان لانه كيزيد يحمي، لان يعني كي عارفين بان زيت الزنجلان كيحمي البشره من اشعه الشمس. دونك كيف ما قلت لكم غندير 15 غرام. ما تنساوش دائما عقموا يديكم، عقموا كاع الادوات اللي غادي تخدموا بها. زدت شي شويه ماشي مشكل. غادي نزيد دابا زيت الكوكو. انا عندي هاد لا مارك هادي وعجبتني بزاف بزاف، زيت بعدا زيت الكوكو رائع بصراحه، ما جربت شي واحد بحالو، جاني غا كادو من كندا. دونك كيف ما قلت لكم غنزيد 15 غرام، سي زعما من احسن الزيوت اللي جربت، دونك حتى من دوك الزيوت الاخرين اللي غيكونوا عندهم غيكونوا عندهم زوينين، ولكن الا جاو هنا المغرب غادي يتباعوا بالغلا، غادي باينه ما كرهناش
ما كرهناش زعما شي دي كاليتي مزيانين، مشكل انه الزيوت والمغرب مخلطه بزاف. دونك وغادي ندير 10 غرام من النقيع ديال زيت الخيزو، نقيع الخيزو ماشي زيت الخيزو، نقيع ديال الخيزو، نقيع الزيتي ديال الخيزو، نقيع الزيتي ديال الخيزو كيعجبني بزاف بزاف، درتو في بزاف ديال لي كريم يعني فريمون رائع، عطاني واحد الريزلت زوين بزاف، سورتو في الخريف وفي الشتاء ملي كنديرو في لي كريم ولا تنديرو في لي سيروم مع الالويفيرا كيعطيك بون مين، كتنوضي الصباح فريمون واحد الاشراقه كتكون في الوجه. دونك دابا غادي ندير 10 غرام من ويل دو بيغيتي، تقدروا تديروا عليه واحد لا ريشيرش بحث في جوجل وتشوفوا لو بيان فيك، فما كليكم عامر بلي زونتي اوكسيدون، عندك هو والنقيع ديال الخيزو، هذا اكثر من نقيع الخيزو في لي زون في لي اونتي اوكسيدون، وكيف ما قلت لكم ايدغاتون كيديروه حتى للشعر. نحلونا معاكم وردوا مع البال، راه كيصبغ كيصبغ بزاف. غنديروا 10 غرام، بسم الله باينه غادي نخويه، نيت باش نعاود نشريه، ما عقلتش بشحال شريته، خصني نرجع لي بري، نرجع لي كوموند لي دوزت، شريتو فريمون شحال هادي، راه من هداك العام هو عندي. يعني هاد لاك الويل نقول لاك خيم، هاد الزيت هادي تقدروا تحضروها لوليداتكم ولا ليكم نتوما، بحال دابا لك نتوما كتخرجوا باغ اكزومبل البالكون ولا السطاح ولا الجرده وكتبغيو تشمسوا وكتخافوا من داك الكحوليه انكم تكحلوا، لا ديما كتكحليش، كتاخدي واحد اللون زوين وكتحمي البشره ديالك. ها زعما هادشي بغيت نفهمكم، كاينه واحد لا مارك كدير هاد الويل، هذا الويل نويل برونزونت نسيت على سميتها، واقيلا ويل بروديجيوز شي حاجه بحال هكا ديال نوكس معروفه و تري شير، دايره تقريبا شي انا كنت كناخذها شحال هذيك، كنت كناخذها ب 300 درهم ولا كومبوزيسيون ديال هذيك الساعه ما 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 زوين زعما لا كومبوزيسيون ديالها شيميك بزاف، ماشي بحال هذه، هذيك كيف ما قلت لكم دائما حنا كنتحكموا في داكشي اللي كنديروا. وغادي ندير فيتامين او باش كنحافظوا على هاد البريباراسيون، نديروا قطرات فيتامين او ما بقاش ليا، المهم داكشي اللي غيخرج ليا راه خير وبركه. ديروا واحد 6 ديال القطرات بون، هادشي اللي بقى ليا. دابا غادي نجيو للمايكا، غندير واحد شويه ديال المايكا، ها شويه شتوها كي دايره، ها كتطلي الدنيا. المهم غنحرك وانا معكم، مني حركت دابا غادي نخويها في القريعه ديالنا. بسم الله شفت اللون اللي كتعطي اللون سورتو غالب هذاك الزيت الويل دو بيوريتي، ما عرفتوش انا شنو سميتو بالعربيه، ما قلبت ما عرفتش، اذا كان شي حد اهل الاختصاص اذا كان عارف سميتو بالعربيه يقول لينا نكون له شاكرين، ما كرهناش هادشي يكون في المغرب. في بلاصه هاد ويل دو بيوريتي ما ديروش، تقدروا تكتفيو غير بزيت الزيت ديال بليتو النقيع ديال الخيزو والويل دو كوكو والويل دو كوكو وزيت ديال الزنجلان، وتزيدوا حتى زيت ديال الارغان، هادشي اللي كيديروا هنا في المغرب باش كياخذوا زعما كي تعاونيات وهذا، هادشي اللي كيديروا كيديروا زيت ديال 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 الارغان بزاف في هاد البريباراسيون، وكي ديروا حتى
زيت شيت على سميتو. المهم ديما حركوه. غنتفكر السميه الا ما تفكرتهاش غنكتبها لكم في الفيديو. غنمسح يدي ونوريكم النتيجه. ها نتوما شوفوا كي داير مانيفيك. شوفوا على اللون فوالا هذا هو اللون. شتو المهم دخلوه مزيان مزيان فوالا. دونك هذه هي الويل بونزون ديالنا. كيف ما قلت لكم شويه ولا بدا انكم ديروا هادشي اللي درت انا. الا بغيتو ديروا ديروه وكيبقى هذا الاختيار لكم. ما بغيتوش غتعوضوا غديروا زيت ارغان وديروا ويل دو كوكو وديروا زيت نقي بليتو النقي الزيتي ديال الخيزو. النقي ديال الزيت ديال الخيزو من الافضل انه يكون ويل دو كوكو باش يحمي لكم البشره ديالكم وزيت ارغان باش يلا كي اكسونطوي يعني كيزيد في داك البرونزاج يعني كيزيد في داك اللون زوين او ميم طون كيعطي لي هيدغاتاسيون كيحمي لكم البشره ديالكم. ما كانش وي ما كانش زيت ديال ارغان تكتفيو بالزيت ديال الزنجلان زيت ديال الكوكو و النقيع ديال الخيزو. الخيزو راه ساهل كيف ما وريتكم في ديك الفيديو. كتحكوه كتحيدو منه الماء كتخليه ينشف في البرد في الظل او او ميم طون اولا كديروه في الفران حتى كي حتى كطفيوه كتخليوه في الفران وكتخليوه كديروا بليتو رقدوه في الزيت ديال الزنجلان لمده شهر ومن بعد كتاخذوه اولا ديروه في الزيت ديال الزنجلان رقدوه فيه تقريبا واحد جوج سيمانات هكاك الا بغيتو تاخذوه زعما بغيتو تريكوبيروه قبل سينو راه كيتباع موجود تقدروا تشريوه. دونك هادشي اللي كاين غادي ندير عاوتاني بريباراسيون اخرى نشارك معكم واحد الغوسيط اخرى. غادي نوجد غير المكونات وانا معكم. دونك بلوتو الغوسيط الثانيه غادي نحتاجو فيها البابونج مقطر البابونج. الا ما كانش عندكم ديروا مقطر الورد اولا الزهر قرعه خاويه معقمه مغسوله معقمه زيت ديال الجوجوبا. ما عندكم زيت ديال الجوجوبا ديروا الزيت ديال اللوز الحلو زيت ديال لافوكا و زيت ديال الخروع. هذه ولا بدا زيت الخروع ولا بدا. ما عندكمش هاد زيت لافوكا ولا زيت ديال الجوجوبا غومبلاسيوها بالزيوت اللي نتوما كترتاحوا ليها اللي نتوما مجربينهم دونك شوفوا نتوما. انا اختاريت هادو لان هاد الزيت ديال لافوكا علاش لانه مرطب مزيان بزاف للبشره الجافه و اونتي اج يعني مزيان لي غيدو. هذا هاد البريباراسيون هادي غنديروها باش نمسحو بها الماكياج. سي تان دي ماكيون مزيل للماكياج طبيعي للاعين هذا خاص بالعينين. وزيت ديال الجوجوبا حيت زيت خفيف ومناسب بزاف للعين. وزيت الخروع زيت الخروع ولا بدا لانه هو منظف كينظف لينا معروف انه منظف ممتاز كيدار بزاف لي صابون كيدار بزاف في لي هذوك لي سوليسيون هذوك لي جيل باش كنغسلو بهم وجهنا. دونك غادي نحتاجو الميزان علاش خسريت مقطر البابونج لانه كيريح العين. ما عندكمش مقطر البابونج تقدروا ديروا لي دولا دو بلوي كيتباع في لا فارماسي ب 60 درهم قرعه كبيره مزيانه ب 60 درهم. ما عنديش ما بقاش ليا دونك غادي ندير غاز هذا المقطر ديال البابونج تقريبا 50 غرام. صافي في شي حاجه ما فيه والو بسم الله. كما دابيتود فتها خمسين غرام نيشان. دابا غادي نزيدو الزيوت كنا 25 غرام مناصفة بين الزيت ديال لافوكا والزيت ديال الجوجوبا
بسم الله. شوفوا نتوما لا كونتيتي شحال بغيتو تغلبوا الزيت ديال لافوكا على جوجوبا اللي بغيتو. انا غلبت لافوكا على جوجوبا حيت بغيت ليدغاتاسيون، بغيت الترطيب بالعينين. ها هي 25 غرام، 25 غرام ديال زيت الخروع. اختاروا شي زيت الخروع يكون دو بون كاليتي، ما نوصيكمش اختاروا زيوت من شركه تكون موثوقه، ما تاخذوش اي حاجه. ديما كنقول على فلوريسانس، انا جربتهم مزيانين. كاين تاجه ولكن تاجه ما عندهاش جوجوبا، عندها الخروع جوجوبا ما عندهاش. لافوكا ما عرفتش صراحه، خصني نسولها. مهم، دونك حنا درنا 25 غرام ديال ويل دو غيسا. و بيان سور تاخذوا الزيوت الا بغيتو من امازون و تم لا فارماسي. زيوت لي في لا فارماسي حداو معاهم، ماشي كلهم مزيانين، ماشي كلهم زعما كيعطيو نتيجه. الزيت الا كانت على البارد ونيت طبيعيه كتعطي نتيجه، اما الا ما عطاتش نتيجه اذا راها مخلطه، اما ما احتاجوش نبقاو نسكروا بزاف. وغادي نخلطو، نجمعو هادشي. حنا خلطنا مزيان، نديروها في القريعة ديالتنا. بسم الله، حيت هادوك لي ديماكيون ديال العينين اللي كيتباعو انا بعدا ما كنديرهمش قاصحين، حيت فيهم بزاف ديال لي كومبوزون، تيديرو في دي كومبوزون ديال بلاستيك. دونك ما كنصحش بهم زعما. المهم كيف ما قلت لكم، كل واحد والاختيارات ديالو. كاين اللي ما عندها سوق، ولكن الانسان الا كان عنده يحافظ شويه على صحته ويحافظ على عينين المسائل ديالو خصو يرد البال. دونك هانتوما كتشوفوا شتي كيفاش كيجي، كيجي بيفازي. هذا سي تان دي ماكيون بيفازي، يعني الماء كيتعزل بوحدو والزيوت بوحدها. ومين بغيو نديروه في القطن دائما نحركو. انا غندير معكم واحد التيت ديمونستراسيون، واحد التجربه، نجيب عقطن وانا معكم. دونك ندير واحد التجربه بالمناسبه. هذا الا بغيتو ديروه ديروا معاه شويه ديال فيتامين او ديروا. انا كيف ما كتشوفوا راه ما بقاش ليا. باغ اكزومبل ناخذوا هذه الماسكارا، هذه ديال الفيردي بون كاليتي، عجبتني بزاف. بغيت نصاوب ماسكارا نصاوبها لراسي ولكن مازال ما سهلش الله فيها. مثلا غنديروا هكا ونديروا مثلا هذا الكريون، هذا الكريون هذا ديال بينيكوس. سي تان كريون شغنقول لكم زوين بزاف، فيغان، كيعجبني. كان هو والكحل ديالو. الا كنتو انتريسي انني نصاوب معكم هذا بحالو، ماشي لا ميم كاليتي مي بحال تقريبا، يعني المهم تكونوا دايرينو على يديكم. وهذا الا كنتو انتريسي، حيت كانت عندي واحد التجربه وغادي نتقاسمها معكم. هي ما كانتش ناجحه 100% ولكن بركه مزيانه. قولوها ليا في لي كومونتير ونشاركها معكم ان شاء الله. دونك كيف ما شفتوا هاد التجربه، هذا كنت ديروا هكا مزيان. عندي دائما مع يدي فوالا. بسم الله، هانتوما كتشوفوا انا درت هاد البريباراسيون ديالنا، درتو فهاد القطن. غادي نمسح وكتخلي العين يتغطي. هانتوما كتشوفوا، جيسبر اني نكون ما صعبتش عليكم. يعني هادو دو بريباراسيون لي ساهلين بزاف. البريباراسيون الاولى ديال ويل برونزانت راها معروفه، راه معروفه. كانت بداتها واحد البلوغوز سميتها بونوف،
وهي خديتها من عندها والله يجزاها بخير، كانت عاونتني بزاف بزاف ديال الحوايج. دونك راه قلت لكم راه معروفه وزعما غجربوها كما قلت لكم. الا ما وحلتو كتبوا لي في الكومونتير شي وحده فيكم وحلات قالت لي ما عنديش هذه وبغيت ندير هذه، عندي شاد زيت بغيت ندير هذا الزيت، تقولها لي وانا غادي نقولها ديري هذه ما ديريش هذه الا بغيتوا تصاوبوها احسن، ولا ماشي ولا بدا انكم هادشي انا اللي درت وما ديروه. وهاد لا بريباراسيون ديالنا الثانيه لا سوليسيون بيفازي او بيان دي ماكيون مزيل المكياج ديال العينين الطبيعي اللي في الدار بالزيوت، كنفضلوا مليار الف مره من هذوك اللي كيتباعوا سواء في لي فارماسي سواء في سميتو في لي بارفومري، خاص غير الزيوت يكونوا دو بون كاليتي. دونك كيف ما قلت لكم جيسبر راني نكوني ما صعبتش عليكم هذه المره، يعني درت لكم شي حاجه في المتناول اللي تقدروا ديروها في الدار، حيت واحد السيده دخلت عندي وقالت لي كتكثري علينا بزاف هادشي هادشي مي غنجيبوه وهذا. المهم هذاك الراي ديالها على العين والراس، ولكن انا كنحط هذاك الشيء يعني هذاك الشيء انا اللي جربته اللي انا كنديرو. يعني انت الى توني با انتريسي بشحال من وحده راه بغات عندها في داكشي في الدار اولا باغا دير ولكن ما عارفاش كيفاش تبدا اولا كاين اللي ما عندهاش الامكانيات انها تدوز لي فورماسيون. دونك داكشي علاش انا كندير هادوك، يعني ما نقدرش انا نقول لك خلطي الزيت مع الماء وطليه لوجهك اولا خلطي الدقيق مع هادي وطليه لوجهك، راه ما يمكنش. راه هادشي راه كنديرو بحال غادي تطلعي اون كريم بروفيسيونيل بحال داكشي اللي غادي تشري راه كتصاوبيه انت في الدار بمعايير خاصه، انسان كيبحث شي شويه وكيدير اللي عليه. دونك هذا ما كان كيف ما دائما اي حاجه ما فهمتوهاش خليوها ليا في لي كومونتير وغنجاوبكم، خليو ليا على شويه ديال الوقت وكنجاوب كل كنقرا كاع لي كومونتير، يعني كنخصص 3 ايام حتى 4 ايام باش كنقرا لي كومونتير وكنجاوب كل واحد. دونك سمحوا لي عاوتاني الكاميرا تطفات، قلت لكم غير الا تعطلت ما جاوبتش في لي كومونتير سور لو شون ما تقلقوش عليا. دونك هذا ما كان، كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في لاشين وكنتمنى انكم تستافدوا من هاد الغوسيت ديال اليوم وهاد لي دو بريباراسيون اللي درنا. والسلام عليكم وشكرا لكم بزاف عاوتاني على الدعم ديالكم.